لا نحقق الأعمال بالأمنيات، وإنما بالإرادة نصنع المعجزات. ربما يعكس هذا القول واقع حال السيدة زبيدة المنزلي، المرأة المغربية النموذجية التي تحدت الحاجة بافتتاح مشروع مطعم صغير استخدمت فيه الدراجة النارية وسيلة للتنقل، أما الوجبات فتحضرها بنفسها في المنزل. قصة زبيدة بتفاصيلها نتابعها في سياق تقرير عمر السمرائي. تتحارب العقول أيا كان مستواها، ولا تجد راحتها واستقرارها إلا في التحدي. أما سر النجاح فهو الثبات على الهدف. هذا هو أبسط تشخيص لحال السيدة المغربية زبيدة المنزلي، التي قررت مواجهة ظروفها المعيشية الصعبة بمشروع تجاري صغير. إرادة النجاح مهمة، لكن الأهم منها إرادة التحضير. فهذه السيدة الطموحة اتخذت من بنات أفكارها سلاحا لقهر البطالة، وذلك بالعمل على مشروع صغير لصنع الشطائر وبيعها بغية كسب قوتها اليومي. هذا الشيء ديال البيع والشراء دابا شي عامين هذه. بدأت مشروعي منذ سنتين، أبدأ العمل كل صباح. بعد الاستيقاظ أبدأ بإعداد كل شيء، الطبخ، السلطات. بعد ذلك أذهب لبيع الشطائر عند الساعة 12:30 حتى 1 ظهرا. لدي زبائن عادة من الذين يمرون من هنا أو سائقي سيارات الأجرة أو حراس الأمن. الحمد لله، أنا جد سعيدة بعملي لأنني أعمل بجد لربح مال حلال لأبنائي. الحمد لله. دير وليداتي طرف ديال الخبز حلال. الحمد لله. زبيدة وهي أم لثلاثة أطفال تقود دراجتها النارية 3 مرات يومياً إلى سوق محلي في شارع الدار البيضاء لشراء مستلزمات مشروعها في بيع الشطائر التي تتراوح أسعارها بين 8 و25 درهماً مغربياً. زبيدة كتمارس الهواية الطبخ. الأخت زبيدة هي فنانة في الطبخ والوصفات، وأدعو الله تعالى أن يساعدها حتى تحصل على محل خاص بها لتبدأ مشروعها. من ناحية الأكل إنه جيد والثمن مناسب وفي متناول الجميع. أنا والثمن هو مزيان متناول الجميع. زبائن زبيدة يرون أن وجباتها الشهية لا تمثل عبئا على جيوبهم. أما عن رد فعل المجتمع فتقول إن البيئة المحيطة بها تشجعها على مواصلة عملها لكي لا تتوقف عند هذا الحد، بل على توسيع مشروعها في المستقبل.